السلام عليكم. اليوم نقف على زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة للحديقة العمومية اللي راهي قيد الإنشاء في حي الأعمال بباب الزوار، ونلاحظ أنه حسب الصور اللي عندنا يعني الأشغال راهي في المراحل الأخيرة نتاعها، والنتيجة إن شاء الله تكون النتيجة لوروندو يعني النتيجة نتاع هذا المشروع تكون فيها مراعاة للمعايير الجمالية وكذلك للمعايير التقنية من حيث اختيار المواد المستعملة في هذه التهيئة. إذا نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. Gracias.